أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام التركيز على التركيز في الخطبة على المعاصي والتحذير منها بمناسبة الكسوف. الكسوف ما هو؟ الكسوف ذهاب نور الشمس كله أو القمر أو جزء منه، ذهاب للنور. والمعاصي ماذا تحدث في قلب العاصي؟ المعاصي عندما يغشى الإنسان المعاصي وارتكب المعاصي أي شيء تحدث في قلبه؟ تذهب النور، تذهب النور. فانظر الارتباط في التحذير من هذه المعاصي التي تذهب النور من قلب العاصي، نور الإيمان، الإيمان نور وضياء، والمعاصي تذهب هذا النور، تذهب هذا النور. فناسب في خسوف الشمس بذهاب نورها أن ينبه الناس إلى هذا الذي يذهب عنهم نور الإيمان وهو المعاصي، فيحذرون منها أشد التحذير.